مشكله مرض التوحد ان بيتم تشخيصه في سن متاخره، لانه هو معتمد على تشخيصات سلوكيه، يعني بيبقى ملاحظ ان الطفل اللي عنده توحد مش بيقدر يتفاعل مع الاطفال بشكل كافي، واستيعابه مش زي الاطفال العاديين. دي الطريقه اللي بيعتمد عليها تشخيص مرض التوحد. احنا كنا عايزين نلاقي تشخيص لمرض التوحد في سن مبكره شويه. مؤخرا ان الابحاث قالت ان خلايا الدم ممكن يكون ليها علاقه باللي بيحصل في الخلايا العصبيه، فاحنا هنا بندرس التمثيل الغذائي والوظائف بتاعه مصانع او بنوك الطاقه في خلايا الدم المختلفة، وبنحاول نجد فيها بعض المؤشرات الحيوية اللي ممكن تساعدنا على تشخيص مرض التوحد.